you today? How's everything? You okay? All good? آمنة كانت جداً خجولة. خلاص إنه توقفت الحياة، إنه بس هي بعناية مركزة. ما كانش في أي وسيلة تواصل بيننا وبينها غير إن إحنا نبص لعينيها ونشوف هي عايزة إيه. جهاز التنفس الاصطناعي كان مسبب لها مشاكل كثيرة خلال إقامتها بهذا العمر. Amna's case is very complex. خطة علاج آمنة كان بيشارك فيها فريق طبي متكامل. آمنة كانت طبعاً مشخصة من الولادة، عندها كان حالة الضمور الشوكي والعضلات الشوكي التابي الأول، النوع الأول، بالإضافة لأنه كان عندها فشل بجهاز التنفس الرئوي، بالإضافة لأنه كان في عندها أكثر من خلع في منطقة الحوض. آمنة يوم وصلت عندنا كان عمرها مجرد 2.5 سنين، طفلة تم تشخيصها غير قادرة على الكلام، وكان عندها ضمور في العضلات مما يسبب صعوبة في الحركة. كانت بتعاني من ضعف عام في العضلات، مع رخاوة شديدة في الجسم، مع ما فيش أي حركة على مستوى الإيدين والرجلين، وكانت على جهاز تنفس صناعي كامل، وكانت إعدادات الجهاز عالية جدا. Amna's case is very complex because of her condition SMA. It's a genetic condition that causes muscle weakness. Healthcare, we provide 24-hour care for our residents' physical and emotional needs. We try to create as much as a home from home for them as possible. كان السبب الرئيسي إنه نتابع حالة آمنة من فريق إعادة التأهيل، من فريق case management، من فريق patient experience، حتى نمشي مع حالة آمنة، خصوصاً إنه عارفين إنه هذا التشخيص فيه له complication. أنا بديت مع آمنة رحلتي قبل تقريباً 3 سنوات. آمنة كانت من الأطفال اللي جداً خجولين، أخذت وقت لين تتعود علي وأتعود عليها. آمنة طفلة جداً مبدعة لكن خجولة، الخجل يطغي على إبداعها، فأنا حرصت أني أركز أني أقدر أطلعها من هاي الدائرة اللي هي كانت فيها، اللي هي الخجل. أنا عندها المرض اللي هو ضمور عضلات الشوكي النوع الأول، النوع ده بيبقى من النوع الشديد، الأخرى هي أهم حاجة بتحتاجها اللي هو محتاجة دعم الجهاز التنفسي، هي ما تقدرش تتنفس بروحها، لازم يبقى في جهاز تنفس صناعي يساعدها إن هي تتنفس. So with spinal muscular atrophy, it's best described as muscle weakness throughout the body. Eventually it will affect the respiratory system, the respiratory muscles. And as they become more and more weak, patients like Amna lose the ability to cough or clear secretions, which can increase the incidences of illness or infection. So spinal muscular atrophy is a progressive disorder that affects the muscles, and this also includes your respiratory muscles as well as your speech muscles. ما نحكم عليها انه خلص انه توقفت الحياه، انه بس هي بعنايه مركزه. اهم شيء انه تتابع حياتها.